مع حضرتك محمد عبد الجواد عبد العزيز. ايه قصه بقى مستريح شبرا الخيمه؟ بدات معاكم ازاي لحد دلوقتي؟ والله حضرتك احنا هنا المنطقه مش صغيره، منطقه كبيره، احنا 18 شارع، كل شارع فيه على الاقل زي ما حضرتك شايف كده 15 بيت. اشترينا الارض ديت من اكتر من 10 سنين، بنينا ودخلنا مرافقنا عن طريق الحي، يعني ما عملناش حاجه غير قانونيه، كل اجراءاتنا واخدينها بموافقات من الحي. بنينا، وبعد ما بنينا واستقرينا احنا عايشين هنا بقالنا اكتر من 10 سنين، وكلنا تقريبا عارفين بعض لان احنا منطقه واحده، وزي ما بقول لحضرتك احنا 18 شارع. فوجئنا من شهور قليله لجنه جايه من وزاره الاوقاف بتقول والله دي الارض دي عليها مشكله مع رجل اعمال كبير اللي هو اساس اللي اشترى الارض من الاوقاف بمزاد، فاحنا رجعنا له لانه راجل كبير ومعروف في المنطقه يعني. فرجعنا له فقال والله انا يعني في مشاكل حوالين الفلوس، وانا ان شاء الله اوعدكم ان انا اخلص الموضوع مع الاوقاف، ولغايه دلوقتي المشكله ما اتحلتش. واكتشفنا في الاخر ان هو بيكذب علينا في كل حاجه، وانه ما فيش كلام حقيقي، وان احنا يعني الاوقاف بيطالبنا دلوقتي ان احنا يعني نسلم بيوتنا واراضينا، واحنا عايشين هنا بقالنا اكتر من 10 سنين، عمر ما حد جه سال علينا، ودخلنا مرافقنا عن طريق الحي، وما عندناش اي مشكله ولا مخالفه. المنطقه تقدمنا لاداره الحي وتصالحنا على وقدمنا طلبات التصالح، ومعظمنا كلنا دفع تقريبا طلبات التصالح، مدخلين كهرباء، عندنا ميه، عندنا غاز، عندنا صرف صحي عن طريق الحي، عندنا اولادنا في المدارس، عندنا يعني ابهات لينا على سن المعاش دلوقتي حضرتك، ويعني احنا ما نملكش من حطام الدنيا غير البيوت اللي احنا قاعدين فيها، واذا كان معاش او معظمنا يعني اصحاب مهن حره، يعني اللي فاتح دكانه يعني بقاله، حاجات بسيطه يعني، ما احناش يعني اوضاعنا يعني زي بقيه الناس يعني في البلد يعني. معظمنا كلنا يعني الحمد لله ما فيش واحد فينا وحش، كلنا ناس محترمين. اي حاجه شارين هنا من اكتر من 10 سنين، ولما جينا نشتري طبعا احنا ما نعرفش طبعا الراجل دوت هو صاحب الارض، فلما جينا نشتري هو ادانا عقود ان هو شاري من الاوقاف، فاحنا اشترينا على اساس ان هو يعني شاري من الاوقاف وتمام مفيش مشاكل. ما كان في الاول احنا 18 شارع، كل شارع تقريبا في 15 بيت، يعني تقريبا على الاقل خالص 700 اسره. الحمد لله برضو الناس كلها هنا يعني عارفه بعضها من زمان، لان احنا برضو من اساس المنطقه وجيران من زمان، وما عندناش اي حاجه نمشي فيها غلط. حضرتكم محاضر احنا طبعا لما فوجئنا بموضوع الاوقاف وتوجهنا له عشان نساله، طبعا ماطل معانا وبقى فيه انكار، واللي يقدر يعمل حاجه يعملها، وانا مش عارف يعني حاجات كده. لكن فوجئتوا كلكم؟ فوجئنا كلنا بموضوع الاوقاف ده كان صدمه لينا، لان طبعا كلنا يعني زي ما قلت حضرتك عايشين هنا بقالنا اكتر من 10 سنين، ومدخلين كل المرافق عن طريق الحي، فاحنا يعني ازاي بقى في وضع مش مظبوط واحنا مدخلين مرافقنا بشكل قانوني بشكل رسمي. مع حضرتك سعد الباجوري. أهلا. يعني ايه القصه بقى وقصه المستريح معاكم هنا في شبرا؟ المستريح كان شاري الارض اللي احنا فيها حاليا تقريبا من 2003، بدا يبيع في الارض، كلنا اشترينا من 2005 بدانا نشتري في الارض، وبنينا ودخلنا جميع المرافق وكله زي الفل. فوجئنا من سنه واحده بس وكيل وزاره الاوقاف جاي ومعاه ناس وجايبين بانر يفط يعلقها على المنطقه ان الارض دي ملك للدوله. واخد بال حضرتك؟ طيب احنا بنساله انت كنت فين السنين دي كلها؟ 15 سنه وانت كنت فين؟ ما جيتش خدت فلوسك منه ليه؟ ما حسبتوش ليه؟ طب ما جيتش ليه اذا ما جيت تحط يافطه دلوقتي على الارض؟ ما حطيتش يافطه ليه في الاول ان الارض عليها نزاع قضائي بين الاوقاف وبين الشخص دوت؟ انا ما كنتش اشتريته، الناس دي كلها ما جتش اشترت. ايه اللي خلاك سكت ده كله؟ بعدين بقى هم اليومين دول بقى لهم حوالي سنه دلوقتي سايبين لنا 15 سنه، دخلنا جميع المرافق، دخلنا غاز، ميه، كهرباء، صرف صحي، كل المرافق دخلت، عيالنا في المدارس، عايشين في بيوتنا وما لناش مصدر رزق اللي هو المكان اللي احنا عايشين فيه. طبعا احنا بعنا كل ما نملك، يعني انا واحد من الناس بعت ورث ورث مراتي عشان اخد الحته اللي انا ايه بنيها دي. فوجئت لقيت لها بتقول لي لا انت كده احنا هناخد البيوت وهناخد الارض اللي عليها، الارض بالبيوت اللي عليها. طب احنا ذنبنا ايه؟ طب انت سبته ليه السنين دي كلها؟
انت سيبته ليه السنين دي كلها؟ ما خدتش فلوسك منه ليه؟ انت كشخص لو ليك فلوس عند واحد مش هتسيبه سنه. اشمعنى دي عشان فلوس دوله؟ سبتها وتركتها السنين دي كلها؟ طب روحنا حاولنا نتعامل مع الشخص اللي هو باع لنا الارض وبايع لنا بعقود وسجلنا في المحكمه وتسجيل شهر عقاري وكله تمام. بناء على كده دخلنا جميع المرافق. بناء على كده اول ما الدوله قالت تصالح جرينا كلنا باكملنا اتصالحنا على البيوت. ما اختلفناش. ليه؟ احنا واقفين في صف الدوله عشان احنا عايزين الدوله تنهض. ولكن اللي بيتعمل فيها ده حرام. ان انت النهارده سايب الشخص اللي هو خد منك الارض ببلاش بعهلنا بفلوس، يعني هو خد الارض ببلاش بعهلنا احنا بفلوس وجاي تحاسبنا احنا؟ طب انا اشتري ارض اجيب فلوس منين تاني عشان اشتري بيها ارض تاني؟ انا كان كل اللي معايا اشتريت بيه وبنيت بيه. طب يا فندم حل لنا المشكله ان شاء الله هتتحل، بس هي الاوقاف مزوده عليها الفوائد. طب ما انت من ساعه ما كان كنت المفروض تدفع، لو كنت دفعت كان الفلوس خلصت، كان الدين اللي عليك خلص. طب الفلوس اللي انت المفروض كنت تدفعها ديت ما اشتغلت معاك وانت مش شويه، ده انت بسم الله ما شاء الله يعني شبر الخيمه كلها في عبه. اوقاف سكتت ليه السنين دي كلها وجايه النهارده تحاسبنا احنا وسايب الشخص نفسه؟ الشخص موجود لا هربان ولا مات ولا ده موجود حي يرزق، سايبين الشخص وجاي لنا احنا. طب ليه الموضوع ده؟ طبعا كل واحد خايف على البيت اللي هو عامله لعياله. يعني انا مجوز عيالي الاثنين في البيت، اروح انا وعيالي فين؟ يعني عيالي الاثنين معايا في البيت بعيالهم اروح بيهم فين؟ انا خدت حقي من عند اخواتي، بعت ورثي ومراتي بعت ورثها عند اخواتها وجبنا فلوسنا عملنا بيهم حته بيت قعدنا فيه كلنا اتلمينا فيه. ابي في 36000 متر، وانا كنت عايز قطعه ارض ودخلت معاه، دفعت عربون مليون الاول وبعد كده رحت له عشان نستلم الارض، قال لك المزاد رسى عليا باركنا له ومش عارف ايه، المهم ايه خد مني 1,700,000 تاني، كتب لي قطعه 440 متر. تمام بعد كده طب الشهر الجاي لحد 2019 ما يسجل لك او ينقل لك الارض. وطبعا هو راجل محامي والكلام دوت، وعملت له محضر نصب هو عشان محامي ومعاه محاميين. خد المماطله قد ايه في التسجيل؟ قعد يمماطلني ولا ارض اصلا استلمتها، عمال استلم الشهر الجاي وهو استلمها وراح باعها الناس تاني. يعني استلمها وباعها؟ باعها مجمعها كلها الناس تاني ومعشمنا اللي هو في ارض ومفيش ارض اصلا. مفيش ارض اصلا؟ لا، وناس كتير جايبه له احكام وانا عملت له محضر نصب هو عشان محامي وكده يعني حفظ لي المحضر. لحد ما النهارده في ناس الاوقاف والكلام ده، ناس كتير عملت له محاضر نصب وانا طلعت له المحضر وتحددت له جلسه. النهارده كنت في جلسه كتير كده وتجدد له النهارده 4 ايام تاني. خد 4 ايام تاني وهو محبوس، وعشان خاطر ارض الاوقاف 10 فدادين، واخد 10 فدادين من الاوقاف، هي دي بدايته. وعامل فلوس ملايين ونسب على ناس كتير قوي، ده في ناس كتير ما تعرفش كمان. ناس كتير قوي ما تعرفش، وناس كتير معاها ورق منيمه على اساس اللي هو يسلمه وما بيسلمش حد. لا ما بيسلمش حد ولا في ارض اصلا.